ذرة حلوة مسلوقة، أفوكادو متقطع مكعبات وعصرين عليه ليمون عشان ما يسودش، جمبري وسط متقشر ومتنظف، كينوا ملونة اللي هي لونين على بعض الأبيض والبني أو بني بس أو أبيض بس، دي بني بس الصراحة مش ملونة ولا حاجة بس ماشي الحال، مسلوقة. الدريسنج زيت زيتون وتوم وملح وفلفل وكمون وبابريكا. اوكي اوكي هنعمل ايه؟ سخنت الووك كويس قوي، هاخد فيها معلقه الزيت وهيبقى معايا معلقه زيت تانية للدريسنج. هنزل في الووك هنا الجمبري، بسم الله، هنزل معاه فص ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، هنزل معاهم بابريكا وكمون. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ بنسوي الجمبري، نقلب. طبعا الجمبري ما بياخدش دقايق وبيكون استوى، يعني ما بياخدش وقت خالص خالص. في الوقت ده هكون بعمل الدريسنج بتاع السلطة، كمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، ثوم مفروم، معلقة من الزيت، هقلبهم مع بعض كويس قوي، وهجيب لهم عصرة ليمون، يعني عصير نص ليمونة تقريبا اهي، عصير نص ليمونة كده او معلقة صغيرة من عصير الليمون، وهقلبهم مع بعض. اول حاجة بتنزل الكنوة وبتكون دافية عشان تشرب التتبيلة اهو. اضيف عليها الطماطم، دي طماطم تشاري متقطعه انصاص، ممكن تبقى طماطم عاديه متقطعه مكعبات. الذره الحلوه المسلوقه دي بتكون علب صفيح في السوبر ماركت او اكياس مجمده في السوبر ماركت في الفريزرات. افوكادو متقطع مكعبات وواخد عصره ليمون علشان خاطر ما يسودش، وكان عندي شوية جرجير من الوصفة اللي قبلها، هحط قد نص حزمة جرجير كده جوه، وهحط شوية في الطبق كده ايه من تحت بما انه موجود. يعني نبص بقى على الجمبري هنا، الله على الريحة، استوى ريحته حلوة جدا جدا، اخد تسوية مظبوطة، لا هي مبالغ فيها قوي ولا هي قليلة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.